أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، صدق الله العلي العظيم. شركة لتصنيع الدواء، هل يصح أن يتعامل المسؤول في هذه الشركة مع العاملين معه والموظفين تحت يده، أن يتعامل بالتسامح، بالتساهل، أم لا؟ طبعا لا. التسامح والتساهل في مثل هذه الأمور قد يؤدي بحدوث خطأ صغير. هذا الخطأ الصغير في دواء ينتشر منه ملايين مثلا، هذا تعريض لحياة كثير من الناس للخطر. لا مجال للتسامح هنا، لا مجال للتساهل في هذا المجال. يلزم أن يعمل المسؤول على ذلك ببالغ الدقة، لا بأقصى درجات الدقة. قبل أسابيع تحدثنا عن الحساب اليسير والحساب العسير، وأن المؤمن من صفاته أنه يحاسب الناس حسابا يسيرا. هل هذا الكلام على إطلاقه؟ كلا. جهة، شركة مسؤولة عن صناعة سفينة فضائية لأهداف علمية
مثلا. المسؤول في هذه الجهة أو في هذه الشركة هل يتمكن أن يتعامل مع من يعمل معه باليسر يحاسبهم حسابا يسيرا؟ بالتأكيد لا، لأن خطأ صغيرا جدا قد يؤدي بانفجار السفينة في بداية انطلاقتها. فناهيك عن الأخطار، هذا إتلاف لملايين من الأموال العامة. هنا ليس المجال للتساهل للحساب اليسير، هنا مجال الحساب الدقيق العسير، لا أعسر من العسير. خطأ صغير جدا في المعادلات توجب أن المشروع كله ينهدم، وهذا ضرره على مجموعة كبيرة من الناس. في الأمور العامة خصوصا العامة الهامة، المسؤول ليس من حقه أن يعامل من تحت يده، من معه، بطريقة الحساب اليسير، لأن هذا الضرر قد يتوجه إلى عامة الناس. في إطار مسؤوليته طبعا، في ظرف دوره، نعم كقانون عام في الأمور الشخصية المؤمن يحاسب الناس حسابا يسيرا يتساهل يتغافل. في الأمور الشخصية فيما يرتبط بي، فيما يكون الضرر علي، هذا جانب. الجانب الثاني فيما يرتبط بتعامل الإنسان المؤمن مع الناس حسابا يسيرا لا حسابا عسيرا، كما قلنا غير العين إلى الياء، عين عسير اجعله ياء يكون يسيرا. الجانب الثاني سبب المشكلة، لماذا بعض الناس يحاسب الناس حسابا عسيرا يدقق في أخطاء الناس تجاهه؟ مصدر المشكلة أين؟ هذا التصرف السيء نابع من ماذا؟ المؤمن من صفاته، وهذه من أهم من أفضل الصفات للمؤمن، أنه يسيء الظن بنفسه. هذه الصفة كلما كانت في المؤمن أعلى، حساب هذا المؤمن مع الناس حسابا يسيرا يكون أفضل. إحدى أهم مصادر هذا التصرف الحسن، الحساب اليسير مع الناس، هو سوء ظن الإنسان بنفسه. لماذا؟ المعادلة واضحة، الذي يسيء الظن بنفسه يجد نفسه خطاءً كثير الخطأ، فإذا صدر خطأ من أحد تجاهه لا ينصدم، هو أخطأ بحقي أنا خطأ، لا تحصل له مشكلة
شخص سبني ظلما، ارتكب خطأ تجاهي وأنا خطأ، لماذا أغضب؟ لماذا أنفعل؟ لماذا أدقق؟ أريد أن أدقق، أدقق في أعمال نفسي. سوء الظن بالنفس مصدر من مصادر تعامل الإنسان مع الآخرين باليسر، وعلى عكس ذلك الذي يحاسب الناس حسابا عسيرا، يدقق على أخطاء الناس، عادة ما يكون هذا الشخص مغرورا بنفسه، عادة ما يكون هذا الشخص محسنا ظنه بنفسه. لا يرى أخطاءه، أو إذا كان يرى أخطاءه لا يجعل أخطاءه تحت المجهر. خطأ صدر، خلاص استغفرت الله عز وجل، خلاص إن شاء الله الله يغفر، خلاص يذهب من ذاكرته، ينتهي. أخطاؤه ليست تحت المجهر بالنسبة إليه، فإذا صدر خطأ من شخص تجاهه يغضب، ينفعل، يبقى ذلك في نفسه إلى بعد 10 سنوات. لماذا فلان سبني؟ لماذا فلان أهانني؟ يعني الحساب العسير مع الناس نابع من صفة سيئة جدا جدا، وهي صفة الإعجاب بالنفس. هذه الصفة التي تأتي للإنسان بالويلات، هذه الصفة التي توقع الإنسان في المحرمات، لا بل في الكبائر. الإعجاب تعلمون من أخطر الأشياء للإنسان، إحدى أهم مصادر حساب الناس بالعسير هذه الصفة السيئة. يكون متكبرا عادة، أو أقول في كثير من الأحيان، ولو بحجمه. البعض عندما نسمع، البعضنا عندما يسمع كلمة المتكبر يتصور أنه يلزم أن يكون رئيسا، أن يكون مسؤولا. لا، ممكن إنسان عادي جدا اجتماعيا في مجاله متكبر، يرى نفسه كبيرا، يعجب بنفسه في مجاله الصغير. وبخلاف ذلك عادة، أو أقول في كثير من الأحيان، الأشخاص الذين يحاسبون الناس حسابا يسيرا عادة أو في كثير من الأحيان أناس متواضعون، الجانب الثالث ذكرنا في المحاضرة السابقة عن هذا الموضوع بعض التوابع والآثار لحساب الناس حسابا يسيرا، وتوجد توابع وآثار لحساب الناس حسابا عسيرا. الذي يحاسب الناس حسابا عسيرا، هناك توابع لهذا التصرف السيء. من جملة التوابع أذكر مشكلتين. المشكلة الأولى، مشكلة تضييع العمر. فلان سبني، فلان آذاني، فلان استولى على شيء من أموالي ظلما، فلان أهانني، فلان صنع بي كذا. 10 سنوات، 20 سنة، 40 سنة، 50 سنة، القضية موجودة في ذهنه. بالله عليكم، الله عز وجل أنعم علينا بنعمة العمر حتى نصرف العمر في هذه الأمور، في هذه التوافه؟
عمرنا الثمين هذه النعمة الكبيرة من الله عز وجل نجعله في هذه الأمور؟ فلان سبك خير إن شاء الله، أهانك أمام الناس خير إن شاء الله، عمرك ليس أثمن من هذه الأمور؟ ليس فقط العمر، صحتك الذي تبقى هذه الأمور في ذاكرته هذا يحس بألم، يحس بأذية، صحته تتعرض للخطر. صحتي هذه النعمة الكبيرة من الله عز وجل، الله عز وجل أعطانيها حتى أجعلها في هذه الأمور؟ سبني خلص انتهى، دقيقة دقيقتين 10 دقائق نصف ساعة ساعة أكون غاضب خلاص انتهى. زوجتي قبل 10 سنوات قالت لي الكلمة الفلانية، زوجي قال لي الكلمة الفلانية قبل، تصرف تصرفا كذا أيه. خلاص ما القضية؟ اتلاف، إسراف العمر. عندما نقول إسراف يخطر ببالنا يعني إسراف طعام، يعني إسراف مال. إسراف العمر أخطر، أسوأ، أقبح من إسراف المال، من إسراف الطعام. هذا ليس إسرافا للعمر؟ المشكلة الأولى للأشخاص الذين يحاسبون الناس حسابا عسيرا أنهم يتلفون ويسرفون نعمة كبيرة اسمها نعمة العمر. المشكلة الثانية وهذه ليست أقل من المشكلة الأولى، مشكلة الإطار الضيق. هكذا أشخاص عادة يعيشون في إطار ضيق، نفسيتهم نفسية ضيقة، نفسية صغيرة، الدنيا هذا المجال الكبير للإنسان فيه أفق كبير جدا، هؤلاء آفاقهم تكون آفاق ضيقة. الذي دائما يفكر في هذه الأمور في مساوئ الناس تجاهه، لا أقول عادة، دائما يكونون أصحاب أفق ضيق، أصحاب إطار ضيق. لا يتمكن هكذا شخص أن يكون، أن تكون نظرته نظرة كبيرة واسعة، لا تكون، ينشغل بهذه الأمور. إخواني لماذا الأطفال الصغار يعيشون في إطار ضيق؟ لماذا؟ نعرف الأطفال إطارهم ضيق جدا، لماذا؟ لأنهم مشغولون بالتوافه. الانشغال بالتوافه يلازم حدوث إطار ضيق، حدوث أفق ضيق للإنسان. انطلق يا أخي، الدنيا فيها مجال انطلاق. انتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة تالية، سبني خلص في أمان الله، انتقلت. الدنيا ما اقتصرت على هذا الشخص ولا على سبه لي، الدنيا واسعة جدا. امشي انطلق، انظر إلى هدف كبير. أحد كبار مراجع التقليد رضوان الله تعالى عليه تعرض لظلم كبير، لأذية، لسب، لشتيمة، لتشويه سمعة بالنسبة إليه، بالنسبة إلى من حوله من أقاربه أصحابه، أكاذيب، تهم، قضايا كثيرة كثيرة، وأعرف بعضها من قرب.
سنوات من الظلم، سنوات من الأذية اللا مبررة. وبقيت آثار تخريبهم عليه لسنوات ولسنوات، إلى يومنا هذا بقيت آثارها. بعد سنوات بعض أولئك الذين كانوا يشوهون، يسعون بكل الطرق، بكل المحرمات، بالكبائر، أكاذيب، تهم، وهم يعلمون أنها أكاذيب، هم كانوا يختلقونها، بعضهم ندم. سبحان الله، القلب أحيانا يتأثر، يعي. ماذا يصنع؟ سنوات من الحرب بلا هوادة، حرب مفتوحة. بعضهم من شدة الإحراج ما كان يتمكن أن يصنع شيئا، بعضهم رأى أنه لا، القضية قضية آخرة، لعله، ذهبوا إليه ليعتذروا منه. بالتأكيد ما راح يرضى هذا التشويه الطويل، فجلسوا عنده. أحدهم بدأ أننا صنعنا كذا، والآن نحن جئناك نطلب العذر منك، نطلب أن تعفو عنا. بمجرد أن نطق بهذه الكلمة هذا الشخص، ذاك المرجع فورا قال له: كل ما صنعتم تجاهي من أعمال أسقطته عنكم، ولو صنعتم مثل ذلك في المستقبل ضدي فأنا سوف لا أؤاخذكم في يوم القيامة لذلك. كل ما صنعتم في الماضي وحتى لو صنعتم في المستقبل أنا راضي، الشيء الذي هو يرتبط بشخصي أنا راضي ماضيا ومستقبلا. ثم غير الموضوع إلى موضوع آخر، أنه يجب علينا أن نخدم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، خدمة أهل البيت من الواجبات، من الواجبات العينية. غير الموضوع إلى هذا الموضوع، انتهى أصلا، هو منتهي من تلك الأكاذيب، ليس مهما، أنا راضي خلاص. هكذا شخص يتمكن أن يكون عملاقا، هكذا شخص يتمكن أن يكون عظيما، إذا كان يريد أن يفكر في هذه المساوئ. بالتأكيد أقول تلازم، تلازم خارجي، بالتأكيد كان لا يتمكن أن ينجز الإنجازات الكبيرة التي أنجزها في حياته. خلص، قل كلمة خلص، قل كلمة ليس مهما، أنا إنسان صغير في نفسي، المشكلة تحل. أختم كلامي بحديث شريف. حديث قصير، ست كلمات، ولا أريد أن أشرح هذا الحديث، حديث جدا عظيم، وأظن أن بعض جوانب هذا الحديث الشريف نفهمه ندركه، ولله الحمد نحضر في مجالس أهل البيت، نسمع كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عندنا شيء من الثقافة العظيمة التي تركها لنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، صلى عليه وآله، صلى على قال صلى الله عليه وآله: من كثر عفوه مد في عمره. ست كلمات. من كثر عفوه، الذي يعفو عن الناس كثيرا، مد في عمره. ما هو ارتباط المقدم بالتالي؟
يبدو لي إجمالا واضح، لا أقول واضح، جوانب من هذه الرواية الشريفة واضحة لنا. الذي ينظر إلى الآخرين نظرة أو يحاسب الآخرين حسابا يسيرا يكثر عفوه. طبعا من كثر عفوه مدة في عمره. مرة أخرى أقرأ، أظن تحفظون هذه الرواية أصلا، 3 مرات الإنسان يسمع هذه الرواية، 4 مرات يحفظ. من كثر عفوه مدة في عمره. جانب منه مرتبط بالمعادلات المادية التي نعرفها، وربما جانب غيبي أيضا في القضية. فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما أعظم هذه الآية وما أعظم هذه الرواية. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. إلهي أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب. إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.